Everyone, welcome to my channel Study with Anis Mrouch. We have a new lesson, we have a new important lesson today. Just don't forget to put like for my video and subscribe my channel. Okay, as I said, we have a new lesson, very important lesson for both streams, scientific streams and literary streams. جماعه الدرس هذا مهم بزاف بالنسبه للادبيين يقراوه وبالنسبه للعلميين يقراوه for both streams. Okay جماعة صح الأدبيين ما خاصينش بالوحدة تاع safety first بصح الدرس هذا تاع certainty, probability, possibility and remote possibility راه يقراوه في ancient civilization اللي هي وحدة أيضا غير مقررة للعلميين. حب يقول هذا الدرس يقراوه الأدبيين والعلميين ما تلاحظوش عليه في safety first وما تحوسوش عليه اذا كان ماشي في ancient civilization خاص ليك الشعب العلميه والشعب الادبيه. جوست انا حبيت نديرو في الوحده تاع سيفتي فيرست اللي يقراوها العلميين برك. معناها كي يشوف الادبي سيفتي فيرست يقول لك هذه الوحده ماشي مقرره علينا دونك ما نقراش دروس الجرامر تاعها. لا جماعه واش هما نتوما الادبيين قريتوا هذا الدرس في ancient civilization وهما يقراوا العلميين في سيفتي فيرست. قررت انا نديرو في دروس الجرامر تاع سيفتي فيرست. اوكي من الاخر يتابعوا العلميين ويتابعوا الادبيين مقرر عليهم في زوج. اوكي اذا نجمعها certainty, probability, possibility and remote possibility اربع امور ورا اربع functions مهمه في الانجليزيه ورايحين نشوفوا كيفاش نخدم جمله فيها certainty, probability, possibility and remote possibility. اوكي certainty, certainty هو كي تعود انت sure كي تعود انت راح تحضر على fact راح تحضر على certitude راح تحضر على reality حقيقة. نشوفوا كيفاش نخدموها درك هذه الجملة تاعك اللي حاب تصدق فيها certainty اللي هي الحقيقة واليقين معناها متأكد من واش راح تقول. صح عندي بي probability واللي هي الاحتمال معناها انت عندك doubts عندك شك في الجملة اللي راح تقولها. راح نشوفوا كيفاش تخدم جملة فيها وشي فيها probability اللي هو وشي اللي فيها doubts اللي فيها الشك ماشي 100% ماشي certainty. اوكي اوكي follow with me we start with A certainty اللي هي ماذا اليقين والحقيقة fact reality and certitude. اوكي اللي هي اليقين حاب ندير انا نكون على يقين ونكون على حقيقة حقيقة بالجملة اللي راح نهضرها. شوف يا جماعة عندي ديما بوزيتيف فورم وعندي نيجاتيف فورم اي تبلكم صبورة مع معمرة ومع على باليش وهي سهلة خلاص ركزوا معايا تبعوا يدي وين تمشي برك وسيبو ركز معايا certainty بوزيتيف فورم ونيجاتيف فورم. بوزيتيف فورم معناها ما كانش نوت ما كانش النفي. اوكي بوزيتيف فورم باه ندير انا certainty نجيب subject اللي هو الفاعل نزيد الويل تاع القانون ومن بعد ستيم فور اكزامبل دي ام افس فود واللي هما هذه ابريفيشن اختصار تاع جينيتيكلي موديفايد فود اللي هي ماذا هي المزروعات المعدله جينيا وهي اطعمه ضاره. اوكي ما يمكنش ليسونسيال سابجكت دي ام افس فود اللي هي جينيتيكلي موديفايد فود ها هو السابجكت ويل هاني حطيت ويل بلاس ستام وشفنا واش معناها ستام اللي هو الفيرب ويزاوت تو هذا ديسبير اللي هي معناها تختفي كان بكري الفيرب تو ديسبير باه نحطو حنا ستام نحيو تو تبقى لي غير ديسبير. اوكي السابجكت هو جي ام افس ويل بلاس ستام اللي هو ديسبير. اوكي جي ام افس ويل ديسبير هذه وشي هذه هضره يشي فيها يقين وصح راح تختفي هذه المنظمه ولا يجي تلميذ خلاف يجي انذر ستودنت ويقدر يقول واش يقدر يقول سي نفس الخدمه دي ام افس ويل سيرتنلي يزيد سيرتنلي هذه ديسابير نفس الخدمه يا نقول دي ام افس ويل ديسابير ولا دي ام افس سيرتنلي ويل ديسابير. هذه كيفاش نخدم القانون تاع سيرتنتي نحط السابجكت ومن بعد نحط وراه ويل ومن بعد نحط وراه ستيم اللي هو الفيرب ويداوت تو معناها بدون تو هذيك تو جاو تولي لنا جاو بركه ولا نقدر نستعمل هذا الفورم ذا سكند فورم دي ام افس ويل بصح سيرتنلي نزيد سيرتنلي بتوين ويل ديما ورا الويل لا سيرتنلي ديسابير. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوها. نروحوا دركا للنيجاتيف فورم. نيجاتيف فورم معناها هو ان يكون عندي النفي ولا النوت. شوف يا جماعه
في النيجاتيف فورم عندي زوز اش امور تقدروا تخدموا بيه معكم زوز قوانين. القانون الاول هو سابجكت، هو السابجكت. درك بكري كنا في البوزيتيف نقولوا ويل، درك في النيجاتيف نقولوا ويل نوت، ولا نقول وونت. وونت اللي هي الابريفيشن تاع ويل نوت، الاختصار كيما ديدنت دو نوت دونت. اوكي ويل نوت وونت بلس تيم، سما جيست زدت نوت لهنايا. اوكي ولا الفورم الثانيه اللي لازم تتحفظ هذه الجمله، ات از امبوسيبل ذات، تحطها كيما راهي ومن بعد تحط السابجكت ومن بعد ويل ومن بعد السين. نعاود في النيجاتيف فورم صح تحكم هذه وتزيد لها النوت، وعندنا انوذر فورم اللي هي ات از امبوسيبل، ماشي العكس تاع السيرتينتي. انسيرتينتي معناها مش حقيقيه ومش يقين، خلاص مستحيله. اوكي it is impossible that، وبعد subject تحطهم بعد will، بعد هذه تحفظها تحطها كيما راهي كي تحط في النيجاتيف فورم، وبعد subject وبعد will وبعد still. اوكي ولا will not، هنا ما تحطش will، هنا ما تحطش will not، علاه بيسك قلتي impossible سما النفي راك درتي سي بون. بو هذه سهله نديرو بها، نروح نديرو مثال بهذه. هاي تركزوا معايا، for example it is impossible that، هاني حطيتها كيما راهي وبعد جبت سابجكت هي البلانتس اللي هي النباتات، وبعد حطيت ويل، وبعد والشيء ستام تاعي اللي هو ليف. اذا من المستحيل النباتات اذا تستطيع العيش ولا تعيش ويل ليف without، بدون sunlight. هنا درت uncertainty اللي هي وشي اللي هي نيجاتيف فورم تاع السيرتينتي، معناها النفي تاع السيرتينتي، معناها العكس اللي هي الاستحاله. مادام هذه حقيقه ويقين وفاكت ورياليتي، هذه راح تكون وشي استحاله امبوسيبل. اوكي واش قلنا؟ ندير السابجكت ومن بعد ويل نوت ومن بعد ستام، ولا واش نقول؟ نقول ات از امبوسيبل ذات ومن بعد سابجكت ومن بعد ويل، ماشي ويل نوت ومن بعد ستام. درت لكم اكزومبل، ات از امبوسيبل ذات، ومن بعد جبت السابجكت اللي هو البلانتس، ومن بعد ويل ليف اللي هو، ومن بعد ستام اللي هو الفيرب ويتاوت تو اللي هو ليف تعيش، ويتاوت سان لايت اذا من المستحيل النباتات تعيش ماذا؟ بدون اشعه الشمس، بدون عفوا بدون ضوء الشمس. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتي وسيرتينتي. نروحوا دركا للبروبابيليتي اللي هي وشي الاحتمال، الاحتمال معناها نوت شور ماشي 100%. نبداو بالبوزيتيف فورم اللي ما فيهاش النوت. شوف معايا، تقول it is probable that، ومن بعد تحط subject وبعد will وبعد السام. دوك شوفي مثال، ولا واش تخدم subject will probably، شبه هذه subject will certainly، هنا subject will probably plus term. هنا الجماعة اللي فورم يتحفظوا سهلين، تحط هذه وبعد subject وبعد will وبعد term. شكون ما يعرفش يحط will وبعد term؟ شكون عارف ينحيتو؟ سي بون سهلة خلاص. It is probable that وبعد subject وبعد will term، ولا subject will probably term. ندير مثال بار اكزومبل بهذه يا سيدي. ها ها جماعة، هنا بالنسبة لهذه خدمت لكم، هنا المثال خدمت لكم غير بهذه، تقدر نخدموا اطراف هذه. ها واش نقولوا؟ subject اللي هو plants will not، plants will not، وبعد stem اللي هو live without sunlight. يا تقول it is impossible that plants will live without sunlight، ولا واش تقدر تقول plants will not live without sunlight. ها نفس الخدمه، طبق القانون برك. هنا هاي نخدمها لكم بهذه ونزيد نقولها لكم بالثانيه. هاي نخدمو اكزومبل، هاي it is probable that، هاني حطيتها وبعد subject جبت الدكتورز اللي هما الاطباء، وبعد ويل تاع القانون، وبعد ويل تاع القانون، وبعد جبت ستام اللي هو الفيرب داوت تو اللي هو فايند كوفيد 19 فاكسين. اذا وشي؟ اذا من المحتمل الاطباء ماذا يجدون؟ لقاح الكورونا كوفيد 19. اوكي فاكسين، ولا نخدمها بالثانيه واش نقول؟ دكتورز اللي هو السابجكت، وبعد ويل بعد بروبابلي، دونك دكتور ويل بروبابلي فايند اللي هو ستام كوفيد 19 فاكسين. هذه البوزيتيف فورم تاع البروبابيليتي. نروحو دوك للنيجاتيف فورم تاع البروبابيليتي. عندك سي تو فورمز، الاولى ات از، هنا بروبابل هنا امبروبابل، مادام وشي العكس البروبابيليتي هو الامبروبابل، دونك ات از امبروبابل ذات
subject with the same. Whenever should, it is unlikely. It is unlikely that plus subject plus with plus same. ديما هذه نفس الخدمة اللي تبدلوا هما اللي في الأول. نديروا إكزامبل بالأولى وبعد نديروا لكم بهذي. هاي لا بالتالي نديروا بعد تعطوا بالأولى. It is unlikely that هذه تحطها كيما راهي. Subject people هما الناس. Okay people. People وبعد will travel this year. إذا وشي؟ إذا ماذا؟ من الغير المحتمل الناس يستطيعون السفر هذه السنة، وهذا وشي اللي قاعدين يشوفوا فيه ما واحد مقدر يخرج من بلاده ني دي فاكونس ني والو كل قاعدنا هنا سي بون. دونك it is unlikely that people will travel this year. ولا واش نقدر نقول it is improbable that people will travel this year. نعاود هذه وهذه بنروحوا البوسيبيليتي وريموت بوسيبيليتي سيرتينتي اللي هي الحقيقه واليقين متاكد انت مما تقول معناها راك شور راك تتحدث على رياليتي فاكت سيرتيتيود. اوكي سيرتينتي بوزيتيف فورم معناها اللي ما فيهاش النيجاتيف معناها ما فيهاش الداونت ما فيهاش النوت. اوكي بوزيتيف فورم سبجكت ويل ستام ولا سبجكت ويل سيرتينلي بلاس ستام. فور اكزامبل جي ام اف فود اللي هو سبجكت will disappear اللي هو stem. ولا واش نقول GMFs will certainly disappear. اوكي negative form subject will not مادام كنا will هذوك في negative form نقولوا will not ولا went won't اللي هو الاختصار تاع will not ونحط stem. ولا واش نقول it is impossible that هذه تحفة تكتب كما هي subject will stem نفس الخدمة تاع ولا بعد. For example it is impossible that subject will plants will بعد will بعد stem هو leave without sunlight. ولا نقدر نقول نخدم بالاولى subject اللي هو plants will not stem leave without sunlight. وبعد رحنا لل probability اللي هي الاحتمال positive form عندي two form عندي it is probable that subject will stem هذه ديما الخدمه ولا subject will probably plus stem. For example it is probable that doctors will find COVID-19 vaccine. Hi, it is probable that subject to a doctor will hi will stem who will find who will verb without to. وبين خلاص من التالي تحقق شيء تحقق complement or object اللي هو COVID-19 vaccine. ولا نروح عند negative form هي it is improbable that subject will plus stem ولا it is unlikely that subject will وبعد stem. نديرو مثال it is unlikely that ولا it is improbable that تخدم بهم في زوج subject to a people will travel اللي هو stem وبعد this year. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتيو certainty وتكونوا فهمتيو probability. نروحوا مع بعضنا دوك وشي possibility and remote possibility possibility and remote possibility الحوايج الاخرين اللي بقاو لنا. شفنا certainty واللي هي تفيد اليقين ولا الحقيقه معناها الجمله تاعي راها شور 100% راها رياليتي راها فاكتس راها حقيقه. وشفنا واش شفنا probability اللي هي الاحتمال يمكن ويمكن لا معناها فيها الشك فيها doubts فيها الشك. اوكي نجي درك مع possibility remote possibility. البوسيبيليتي هي الامكانيه وراح نشوفوا الريموت possibility هي امكانيه بعيده معناها يمكن مي بعيده بزاف معناها مش ممكن بزاف معناها هذه ممكنه عليها اكثر. شوفوا واش الفرق بين possibility وريموت possibility. possibility هي امكانيه وريموت possibility يمكن بصح قليله بزاف معناها النسبه المئويه بس تحقق لك قليله تاعها بزاف معناها اقل منها في الحقيقه فهمتوا. حتى يسموها ريموت وحنا نقولوا ريموت حتى نقولوا بار اكزومبل تلفزيون ريموت شغل عن بعد معناها حاجه بعيده. ريموت تفيد ديما الحاجه البعيده والحاجه الناقصه. اوكي نعاود possibility امكانيه ريموت possibility امكانيه قليله بزاف معناها هذه اكثر منها في التحقيق ولا هذه فيها شك اكثر من هذه. اوكي نبداو مع سي possibility اللي هي الامكانيه الامكانيه. اوكي نبداو البوزيتيف فورم معناها اللي ما فيهاش النوت ما فيهاش النيجاتيف. اوكي باش تخدم جمله فيها possibility تحط subject ومن بعد وراه may اوكي may ومن بعد can ولا or سوري may or can تحط وحده فيهم ولا can بلاس ستيم. وشفنا واش هو ستيم هو الفيرب without to ستيم تاع الفيرب to go هو go. اوكي ولا الفورم الثانيه اللي هي it is
possible. It's possible that هذه نحط هكي مراحل ومن بعد نحط السبجكت تاعي ومن بعد ويل بلاس ستيم ولا الفورم الثالثه نحط السبجكت ومن بعد ويل ومن بعد بوسيبلي ومن بعد ستيم. شوفوا هاو مثال نجربوا فيه ثلاثه عدم تفهموا اكثر. نبداو انا خدمت مثال دماغي. اوكي واش راه نقولوا؟ وايت بيرز وهي الدببه البيضاء ماي ديسبير. الدببه البيضاء ممكن ان تنقرض او تختفي. اوكي واش ها زيد نقرا بكان white bears اللي هو subject هاهو حطينا can في بلاصه ما اذا white bears can ومن بعد stem اللي هو disappear خاطر الفيرب هو to disappear حنا نحطوا stem disappear. اوكي زيد نجربوا معاه it is possible that subject will stem. اوكي it is possible that subject هو white bears اللي هو الفعل white bears هاو subject تاعي white bears ومن بعد will اذا it's possible that white bears will disappear. Okay. It is possible that white bears ومن بعد قلنا وش will ومن بعد some disappear. Okay. It is possible that white bears will disappear. نشوفوا مع لا فورم الثالثة. Subject white bears will اذا white bears will possibly disappear. مفهوم علينا. هاني جربت لكم في ثلاثة اللي يحب يفهم أكثر يعاود يبقى يعاود فيديو جماعة. يعني نصيحة مني كنت نقرأ والله يا جماعة ما كانش كيما الإعادة خاصة عند الكتابة. ما شاء الله تقلبك تفهم الفكرة خلاص. الإعادة والكتابة أعيد وأردد. زيد كمل معايا. نروحوا دوك للنيجاتيف فورم معناها وي هاف ذا نوت. واش هي؟ سابجكت ماي نوت معناها دوك ديروا نيجاتيف زيدوا هذا النوت وكان نوت هذا واش عندنا برك في النيجاتيف فورم. سابجكت may not ولا cannot ولا كواحدة can't اللي هي الابريفيشن اختصار بلاس ستيم. اوكي نجربوا subject باغ اكزومبل درت مثال whales اللي هما الحيتان الكبيرة هذيك هي أكبر إذا هي the biggest what the biggest animal in the world هو أكبر حيوان في العالم. اوكي we whales whales اوكي whales اوكي say the right pronunciation is whales whales اوكي whales نحط may not ولا cannot وcannot يعني can't خدمت بcan't انا. اوكي whales can't disappear اذا الحيتان من الممكن لن تنقرض هذه هي not معناها اذا وش not معناها لا تنقرض. اوكي ولا جربوا مع may not whales may not disappear. اوكي اذا ليس ممكن لها ولا لا تنقرض. اوكي نجي دوكا مع الدي اللي هي ريموت بوسيبيليتي نعاود الترجمه صحيحه ونفهمكم بصح الترجمه كي نجيب ليها او اي ما تترجمش كيما هكا بيسك او كاين فرق بين الانجليزيه واللغه العربيه دي فوا الترجم حوايج ما يخرجولكش. اوكي نحاول انا نفهمكم برك. اذا ريموت بوسيبيليتي هو الامكانيه البعيده جدا. نبداو مع البوزيتيف فورم سابجكت بلاس مايت ولا كود بلاس ستيم. دوكا ولات مايت وكود بسيطه خلاص نديرو اكزامبل ركز معايا دي ام افز فود اللي هي الاختصار تاع جينيتيك لي موديفايد فود وهي الاغذيه المعدله جينيا معناها دخلوا للوشي دخلوا الكروموزومز تاعهم ودخلوا للبنيه الداخليه تاع الخلايا تاع النباتات وغيروها ان اكسترا. اوكي اوكي دي ام افز فود مايت هاف هارمفول افكتس. اذا الاطعمه المعدله جينيا ربما ولا هكا لها هاف هارمفول افكتس اضرار خطيره ممكن ريموت بوسيبيليتي. اوكي دي ام افز مايت هاف هارمفول افكتس ولا واش نقول دي ام افز كود هاف هارمفول افكتس. جماعه هذه امور تاع حفظ من الاخر تحفظت الدي سي بون. نروحوا دوك للنيجاتيف فورم معناها واش نزيدوا النوت لهنا ونزيدوا النوت لهنا ببساطه خلاص وبعد ستيم. اوكي نجيبوا السابجكت تاعنا انا درت لكم كانت تونة. كانت تونة وهي الطو المعلب اذا التونة المعلبة للواحد هذوك المصبرة. اوكي كانت تونة كانت تونة اوكي كود نوت كود نوت ولا مايت نوت هاف هارمفول افكتس من الممكن لها ان ليس لها اضرار خطيرة اذا التونة المعلبة. اذا يا جماعه راني نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الدرس اللي قدمته لكم. كان معاكم انيس مروش. ما تنساوش ديروا لنا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وما تنساوش تفعلوا جرس الاشعار باش يوصلكم اي درس نديروا. ما تنساوش اللي لاحظ على الدروس المرتبه ما عليه الا يروح للبلاي ليست يروح تشانل بعد البلاي ليست صح تلقاو دروس الفيزياء دروس الانجليزيه بس كان نقري هكا وهكا. دونك يا جماعه حاولوا تدخلوا البلاي ليست تلقاو كلش مرتب بالوحدات. نتمنى ان شاء الله تكونوا افدناكم والسلام عليكم.